فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل دخل المسجد وهو لم يصلي المغرب بعد، ووجد الإمام يصلي العشاء، فدخل معه بنية المغرب، وعندما قام الإمام للرابعة جلس وتشهد وسلم، ثم دخل مع الإمام في الركعة الرابعة على أنها العشاء. لا، ما يقسم الصلاة بين صلاتين، ما يقسم الصلاة الواحدة بين صلاتين، بعضها مغرب وبعضها عشاء. نعم.